أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية في بيان لها اليوم إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيا الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية، مبينة أنها أوقفت السبت الماضي في تمام الساعة الواحدة ظهرا زورقا إيرانيا يبعد 150 ميلا جنوب شرق مدينة صلالة العمانية. وأفادت قيادة التحالف أن الزورق كان على متنه 14 إيرانيا بقيادة القبطان بخش جتكال، حيث تم تفتيش الزورق وضبط عدد من القذائف والصواريخ وهي كالتالي: 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، 54 قذيفة بي جي أم، 17 مضادة للدبابات، و15 طقم بطارية للقذائف، 4 أنظمة توجيه للنيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق، و3 بطاريات. وأوضحت قيادة التحالف أن الزورق مسجل باسم إيراني يدعى جان محمد حوت، وتدعي أوراق الزورق أنه مهيأ للصيد وحاصل على تراخيص من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك. كما تفيد الوثائق أن الزورق تم فحصه من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان، ومنحته ترخيصا للإبحار في منطقة الصيد.